صباح الخير بالكندي، مساء الخير بالعراقي. في يوم اللغة العربية فيديو مخصص للعراقيين فقط. لماذا يعاني العراقيون من عدم التفريق بين الضاء والضادي؟ يعني الضاد أخت الصاد والضاء أم الشخطة، وأنا واحد من الذين كنت أعاني منها، لكني عملت عليها يعني بنسبة خلينا نقول 90% تخلصت من الموضوع، مو دائما يعني بس أحيانا. القضية ترجع إلى طريقة العراقيين بلفظ الضاد والضاء. العراقيين الشعب الوحيد اللي ما يفرق لفظا بين الضاد والضاء، لذلك تكون مسؤولية كبيرة عليك أن تفرق بياناتها بالكتابة فقط. وإحنا العراقيين زهوا كاذبا نفتخر بأن احنا الوحيدين اللي نلفظ الضاء وكأنما فد مسوين اختراع كبير. هي بالعكس، هذه يعني صعبت الأمر علينا. خذوا مثلا المصريين، المصري ما عنده مشكلة نهائيا بالتفريق بيناتهم، لأن هو أصلا هو طفل صغير مفرقي لبيناتهم باللفظ. مثلا اسم ضياء اللي هي بالصاد يسمونه ضياء بالدال، لكنه كلمة ظالم ظالم، فهو هو صغير متعلم أي شيء يلفظ بالزاي هو أبو الألف، أي شيء يلفظ بالدال هو أخت الصاد الضاء. وهذا يعزز قول الشاعر العربي ويبدل نطقه ضادا بدالي ويشرك عجمة قافا بغيني. فيعني الضاد بالدال معناتها ضاء أو دال، يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما يجي يقرأ المصري يفرق بيناتهم بهاي الطريقة، لأن هو أصلا باللفظ يعرف الفرق بيناتهم. وهذا يعزز ما قاله في يوم من الأيام الدكتور صباح الله يذكره بالخير، أعتقد المنصوري، اللي هو كان أستاذ اللغة العربية في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة البصرة. أنا حضرت له محاضرة باللغة العربية، ورجل يعني كبير باللغة بصراحة وضليع بيها وممتع جدا كان. الرجل قال احنا العراقيين يعني ما نفرق بيناتهم، لذلك اعتقد ان ربما هذا يقودنا الى عدم صحة قراءة آية سورة الحمد. يعني انا اقول اذا كان بالامكان ان نطلق هاشتاق للتفريق من قبل العراقيين بين الضاد والضاء افضل، حتى الاجيال اللاحقة يكون يعني عندها سهولة في التفريق بيناتهم بالكتابة، لأن احنا جايين نجلد يعني جلد بعدم التفريق، وكانها فد خطأ معرفي يعني كبير. هو مو خطأ، مو نقص معرفي، وإنما هاي مشكلة بطريقة تناولنا وتعليمنا للحرف، ولازم نحمي الأجيال القادمة من من من, من هذه المشكلة اللفظية. مع ذلك هي الأحرف، الكلمات التي تكتب بالضاء قليلة، ممكن الواحد يحاول مرور الأيام يخلي له قائمة يعني يحفظهن ويتجاوز هاي القضية، لكن يعني حبذا لو حملة هاشتاغ أي فد شيء يعني يساعد في تعليم العراقيين الصغار التفريق بين الضاء والضاد. يس، الضاء والضاد. إذا عجبكم هذا الفيديو شاركوا، وتحياتي لكم، أخوكم علي خلف من كندا بالعراقي.